عن جديد صباح الخير مشاهدينا ومشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك. معي انا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. ماذا ينتظر اللبنانيين على صعيد الملف الخليجي؟ كلنا بنعرف انه يعني ما بين 2020 وما بين 2023 قد يتبدل ويتغير المشهد. 2020 للاسف يعني كانت فينا نقول انه سنه قطع العلاقات رسميا مع لا سيما المملكه العربيه السعوديه بسبب شحنات الكبتاجون يلي اخرها كانت الكبتاجون بالرمان، وكانت من اعلى نسب تصدير الكبتاجون الى المملكه العربيه السعوديه، مما دفع المملكه الى اتخاذ قرار بحظر ومنع المنتجات اللبنانية من دخولها إلى الأسواق السعودية. هذا من شق. من شق آخر يعني نحن بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعد العام 2011 بعد انطلاق الحرب في سوريا وغيرها من السنوات شهدنا الكثير من الخطاب التصعيدي ضد دول الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية، مما دفع ونظرا أيضا الخطر يلي تعرضوا إليه رعاياه إلى التحذير وحظر مجيء السعوديين إلى لبنان، إضافة طبعا إلى دول خليجية أخرى. كان هنالك كلام يعني طرح على صعيد هذا الملف، هل سيتم ترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج العربي؟ هذا الأمر الذي أكدت عليه دول الخليج العربي بأنها لن ترحل أي لبناني عامل على أرضها طالما هو ملتزم القوانين وطالما لا يقوم بأي خرق للقوانين الموجودة على أرض هذه البلاد. هذا من شق. من شق آخر طبعا يعني لطالما سعت دول الخليج العربي من خلال لعب دور على الساحة السياسية في لبنان لتهدئة الأوضاع والحث على انتخاب رئيس للجمهورية وأيضا على تشكيل الحكومة، لطالما كان هنالك العديد من الأرقام حول الملف الخليجي في لبنان أو العلاقة ما بين لبنان والدول الخليج العربي، كان هنالك كلام يعني عن تصدير يصل إلى يفوق المليار و200 مليون دولار، نهيك أيضا عن كلام 500 ألف عامل في دول الخليج العربي، ولكن دقة هذه الأرقام يعني قد تختلف وقد نتفاجأ بأن هذه الأرقام تختلف كلياً عن ما هو مصرح. كل هذه الأسئلة بدي جاوبنا عليها اليوم رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين الأستاذ ربيع الأمين. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يخليك، يعني حاملين لك كثير من الأسئلة ما نستفيد من وجودك بالفعل. بدي بلش معك أولاً اليوم، شو حملنا؟ لأنه بنعرف حضرتك يعني ناشط على صعيد هذا الملف وكثير اشتغلت إنه لما تتأزم الأوضاع الخليجية اللبنانية، شو حملنا؟ في خير بالأمر؟ اليوم نحن بمرحلة جديدة، اليوم المنطقة عم نعرف شو عم بصير فيها اتفاقات وتوجهات جديدة. اليوم مطلوب من لبنان شغلة واحدة، انه يكون سلطة سياسية، رئيس جمهورية وحكومة، وتخالط طيب المجتمع الدولي والخليجي والسعودي وكل الناس. اليوم المجتمع العالمي مش راضي يتعامل معنا كأفراد وكأحزاب وكمجموعات متناحرة متنافرة، مرة بتشحد ومرة بتشكي ومرة بتبكي. اليوم بدهم ايانا يكون عندنا سلطة، وبعتقد اليوم الحكي لكل الدول المعنية بالملف اللبناني بما فيها الدول الخليجية انه اللبنانية اتفقوا على انتخاب رئيس جمهورية وشكل حكومة وتفضلوا فيكم اهلا وسهلا. قبل ما هيدا الشيء يصير مع الاسف انا ماني شايف في حيصير اي تقدم، لانه بالاخر هيدي دول بدها تتعامل مع دول، وزارات بدها تتعامل مع وزارات، جهات امنيه بدها تنسق مع بعضها حتى تطمئن على التصدير وعلى اذا السواح بدهم يرجعوا يجوا. هيدا التنسيق مش موجود لانه ما في يعني بالمقابل هيدي الجهات انه حدا يقدر يحكي معها. بكل اسف هذا الحكي مش بس رايي شخصي انا كمقيم بالمملكه وبالخليج وكمتابع، وما بقول لك انه عندي معلومات بس عندي متابعه. هذا مثلا اجى مجموعه من الوزراء حضروا مؤتمرات بالرياض، موضوع التصدير كان في مثلا الوزير عباس حش حسن عم نحكي معه ونحن انه شو سمعت من المسؤولين السعوديين، قال مشكله التصدير مش عند السعوديين، مشكله التصدير عند لبنان. يا معالي الوزير طيب كيف عند لبنان؟ شو ناطرين نعمل؟ قال هلا عندنا مشكله ميزانيه. فبالتالي عم يسمعوا نفس الحكي المسؤولين اللبنانيين وعارفين شو المشكله. اليوم مطلوب مجموعه اجراءات واضحه شو طالبه السعوديه حتى يرجع التصدير. هيدي الاجراءات مع الاسف لبنان فهمها، عم يشتغلوا على بعض النقاط بس في بطء بالاجراء، وفي يعني تحجج انه ما في ميزانيات، علما انه انا بعرف انه الهيئات الاقتصاديه
حطت يعني ميزانية لهذا الموضوع وعرضت مساعدة. عم نحكي يعني هون بس لوضح أنا المشاهدين، ميزانية لوجود آليات لرصد في حال تهريب؟ نعم، آليات يعني إدارة عملية التصدير، سكانر وفي إجراءات معينة، في يعني في بروسس طويلة عريضة لازم تنعمل، وهيدي متبعة بكل دول العالم. فإذا هذا التصدير حسب معالي الوزير اللي قالنا إياه باحتفال بالسفارة انه المشكله بلبنان مش بالسعوديه، فانا برايي يعني بنرجع هلا بستغل الفرصه بنرجع نوجه له تحيه لمعالي الوزير انه شو عملتوا بهذا الموضوع وشو ناطرين. وبعتقد المبلغ اللي عم ينحكى عليه 15 مليون دولار لتقدر تحقق هذا الشيء ما هو شيء قدام المبالغ تبع التصدير. ذكرتي انت مليار دولار حجم الصادرات، هذا الرقم انا برايي قليل، لانه نحن بنعرف اللبناني وشطارته بيصدر بفواتير قليله، بس عمليا اللي بيكون المبالغ اكبر بكثير، فبالتالي الفرصه الضائعه لان هائله. نعم، اليوم حكيت حضرتك انه الهيئات الاقتصاديه عملت مبادره لحل يعني بالمرفأ، لانه نحن الاساس الطامي الكبرى هي بالمرفأ. شو عملوا الهيئات الاقتصاديه؟ لانه عم نسمع منك صراحه. لا، عملوا مبادره وعندهم بروجرام محدد، انا مش مخول اني احكي عنه، بس انا سمعت منهم. سمعت من الرئيس محمد بعد ما في شيء على بده يعني الهيئات والقطاع الخاص بيقترح اذا ما في دوله تتفاعل. صحيح. طيب. سؤال اليوم، يعني نحن عم نحكي عن شق امني، يعني شق امني خطير، لانه اليوم اذا يعني اللي عم نسمع انه السعوديه اتاحت عوده الصادرات الى لبنان، صح ولا لا؟ بعد الحظر يعني. نعم. ونحن الشق تبع هلا انا ما بدي ادخل بالملف هذا الامني وكيف التهريب عم يصير، بس بدي اقول لك شغله، انه ثبت للجميع انه التصنيع هو خارج الاراضي اللبنانيه، ونحن بكل اسف عم نعطي شهاده منشا لهذه الصادرات، بس هو التصنيع معروف عند الجميع انه هو من لبنان. فعمليا ضبطه يعني سهل كثير، ضبط الحدود البريه وضبط الحدود البحريه. برأيك اليوم الأجواء السياسية اللي عم بتصير ممكن تنعكس إيجاباً بهذا الملف؟ ممكن نشهد يعني رفع حظر؟ يعني أنا عم بسأل لأنه ممكن حضرتك تكون بالأجواء عن موضوع الصادرات اللبنانية. ما عم بقولك لو رفع الصادرات عند لبنان منه عند السعودية. حسب وزير الزراعة. بس تأمن الدولة ترجع الصادرات. نعم. طيب اليوم بموضوع فرص العمل، قبل ما أنتقل معك لملف السياحة، موضوع فرص العمل قديه حقيقة عنا عمال بالسعودية وبقية دول الخليج العربي؟ فرص العمل بالخليج العربي طبعا تتضاءل وترتفع بحسب الاحتياج، وفي توجه عام بدول الخليج وتحديدا بالسعودية هو منح توطين الوظائف، واللي هو هذا مشروع، فبالتالي الفرص السعودي تنمو للمواطنين ويؤخذ بالاحتياجات من خارج البلاد من كل الجنسيات بحسب الاحتياج. بس مع ذلك لبنان عنده فرصة كتير كبيرة انه يقدر يعني يزود المملكة باحتياجاتها بحسب احتياجاتها، نظرا لقرب البلدين لبعضهم ونظرا لخبرات بعض اللبنانيين بمجالات معينة. ولما بتحكي عن الخبرات اللبنانية عندك يعني الإطار كتير واسع، كتير كتير واسع، عم تحكي من مستشارين على الشركات الدولية الكبيرة وهن عم يشتغلوا هن والسعوديين وجنسيات أخرى، وعم تحكي يمكن كل المهن محترمة، يعني عم تحكي للشباب الشغالين بقطاع المطاعم والفنادق، وفي عندك مثلا الشغالين بقطاع الفن والإيفانت، كله بحسب الاحتياج. الفرص كتير كبيرة. هلأ كيف نحن بدنا هذه الفرص انه يعني نبلورها؟ كمان بدي يكون في عندك حكومة تقدر تبلور هذا الشيء، ما تضل الأمور بهذا الشكل. الأعداد اللبنانيين عم يشتغلوا بالمملكة يمكن يوصل لحد 100,000 بحسب آخر إحصاءات. هذه 100,000 موزعة، 52,000 مقيم بإقامة نظامية، وممكن يكونوا 50,000 الباقيين أما حاملين جنسيات تانية فايتين على المملكة بجنسيات تانية، أو مقيمين بدول أخرى، يعني يا مقيمين بلبنان بيروحوا وبيجوا هيدا، أو مقيمين مثلا بدول تانية بالإمارات وغيرها بيروحوا بيجوا على المملكة. نعم. اليوم يعني بدي أسألك وحضرتك بعرف دايما في تبادل الخبرات، طب هلأ في حال كان السوق الخليجي يحتاج إلى وظائف ممكن أنه تستقبل اللبنانيين، عم تشتغلوا على هذا الملف؟ نحن ما فينا نشتغل عليه هذا الملف، نحن بصراحة هذا حيخدني جواب على موضوع تاني، أنه نحن السمعة اللبنانية بالعالم كله صارت بمحل متدهور جدا، وبالتالي هذا بدنا نشتغل عليه كبلد نحن، أنه نرجع نرفع هذه السمعة اللبناني، سمعة المنتج اللبناني، عدم ارتباطنا بملفات
تنظيمات إرهابية وفساد وكل هيدا. هلا هيدا ما بقول لك إنه ما أثر، لا أثر، أثر كتير، حتى يمكن ببعض المحلات يمكن أمنيا اللبنانية ما بيقدروا يفوتوا عليها، فبالتالي نحن ما فينا نشتغل عليه كمقيمين، نحن بده الدولة تشتغل عليه، الدولة بدها تقدم حالها بأحسن صورة ويكون في دولة فعليا مثل ما قلت لك. هيدا كله موجود لأنه ما في دولة هي تخاطب المجتمع اليوم. إذا يعني أي بلد بالعالم اليوم اليوم شهدنا مثلا انفتاح سعودي ايراني، شهدنا سعودي سوري، يعني صار في مؤتمر انا حضرته النهار الخميس الماضي الصيني العربي، وفوت من كل الدول العربيه، كان ضيف شرف وزير خارجيه سوريا. فبالتالي بالسياسه كله بينحل، بس بالاخر بهيدي البلدان في دول بتخاطب بعضها، نحن ما عندنا دوله. سؤالي الأخير، شفنا صار في يعني خطف لأحد المواطنين السعوديين في لبنان، والأجهزة الأمنية اللبنانية مشكورة تحركت سريعا، وشفنا يعني عمليا تضامن كامل ورفع غطاء كلي عن هذه العصابات. يعني كيف بدي أقولك، كيف تلقفت هيدا الخبر يعني دول الخليج العربي؟ يعني هل سيتم في تحذير للمجيء الى لبنان؟ يعني هلا اول شيء التحذير قائم، مش تحذير، الحظر قائم وما تغير، وكنا متأملين انه يتغير قبل ما تصير هيدي العملية. يعني يزال قائم. يزال قائم، نعم. عملية الخطف طبعا وسرعة الاجراء اللبناني عليها كان اكيد موضع ترحيب، وذكر هالشيء السفير السعودي في بيروت الدكتور وليد بخاري، هيدا شو اسمه، بس هل هيدا الشيء بيطمن انه يفتحوا السياحة للبنان؟ هذا هو السؤال الكبير. نرجع كمان انه بدك يكون في دولة جاهزة انها تستقبل هودي السواح، يكون انه مش بس يعني حتى لو السعوديه سمحت للمواطنين، بدك المواطن هو يعني نحن صار يجينا اسئله من اللبنانيين انه بنجي ما بنجي، هلا اللبنانيين متعودين انه بتصير القصه وبتروح. بقى نحن هلا المطلوب انه نحن يكون في عنا اجراءات معينه امنيه ونخاطب فيها الدول ونشوف نسمع منهم. انا ما فيني اسمع، انا ما عندي سفاره رسميه، ما فيني اسمع هواجس الامنيه تبع الدول اللي بتبعت سياحه على لبنان، بدو يسمعهم وزير الداخلية، وزير السياحة، رئيس الحكومة، ويتعاطى معهم بجدية. وطبعا كمان هلا في شيء بالسياسة إذا بدك، يعني حتى كمان يكون نحن مع الأسف هالتفاهمات اللي عم تصير بالمنطقة، واضح إنه في أطراف لبنانية عم تحطنا براتها. يعني اليوم كل المظاهر اللي صارت مؤخرا من إطلاق الصواريخ من الجنوب على فلسطين المحتلة إلى العرضات العسكرية اللي عم بتصير، كل هيدي بتبين إنه عم نقول إنه نحن لبنان خارج هذه التفاهمات، نحن لبنان بعده رهينة صراعات ما انحلت مثل الصراع الإيراني الأمريكاني، فبالتالي نحن وضعنا معلق وهذا ما بيشجع السياحة. يعني بعدنا المشكلة هي ذاتها. أنا بتشكرك كثير رئيس مجلس التنفيذيين اللبناني الأستاذ ربيع الأمين. إذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال صفحة بيروت سيتي، يعني مثل ما قال، لأنه ما في دولة، يعني بالتالي كل الأمال لا تزال معلقة إلى حين تشكيل دولة أساسية حقيقية تخاطب دولة إلى دولة. نتكلم عن دولة، عن رئيس جمهورية، عندنا رئيس مجلس نواب، طبعا بتتشكل حكومة، وقبل كل ذلك وطبعا يعني الإجراءات بسيطة جدا، يعني على الدولة اللبنانية إذا الكلفة 15 مليون دولار أن تقوم بتجهيز المرفأ للحد من استخدام مرفأ بيروت لتصدير الكابتاغون إلى الدول العربية. أنا بتشكركم على المتابعة.